النصر يتحسن تدريجيا يحقق النتائج الجيدة ابتداء من مباراة النادي الأهلي على مستوى الدوري. لمسة في وسط الملعب تصل كرة في لمصلحة النصر، محاولة من حسام غالي على الجهة اليسرى ليوب ليوناردو، يحاول التمريرة في الجهة اليسرى خطيرة نصراوية عرضية لكنها بعيدة، سيئة الكرة العرضية من الكرو وفي الأخير إلى ضربة مرمى. الكرة طويلة جدا للأباء، محاولة لمصلحة الفيحة، لمسة باتجاه أسبرية، أسبرية عدب، أسبرية يحاول مرور، لمسة على الجهة اليسرى خطيرة لعبد الله سالم، كرة لكنها سهلة عند شيعان. ثم في كأس الملك ضد زلفي الفوز في تلك المباراة، وأيضا أشياء أخرى، هذه محاولة بينية خطيرة باتجاه روني فرنانديز في الجهة اليسرى للفيحة، روني مر، روني داخل منطقة الجزاء يحاول عدى يلعب كرة لكنها مرت. حضور جيد في متابعة مباراة اليوم، مدرجات النصراوية، مدرجات الفيحة، لمسة في وسط الملعب، حسن معاذ يحاول مرور، حسام بلمسة جميلة، حسام يلعبها غالي ليوب، حسام غالي مرة أخرى، التمريرة باتجاه يحيى الشهري، يحيى يحاول ليوناردو، نصر في حالة هجوم عرضية خطيرة ومرت تمام السهلاوي، خطيرة جدا لكنها في الأخير إلى ضربة مرمى. كرة طويلة راسية تبعد من جانب سامي، حسام غالي، حسام في بناء هجمة النصر، عودة بعد ذلك لحسين شيعان، حسين يلعب الكرة الطويلة بعيد عن الكل في الأخير رمية جانبية، إبراهيم غالب، لكروب، حسام غالب، محاولة نصراوية يضطر للعودة بعد ذلك، تمريرة أي كلام من إبراهيم غالب رغم أنه كان سهل عنده، شوف الخبرة الكبيرة اللي عند اليوب، يطلب من غالب الهدوء أكثر، تمرير الكرة بشكل سهل لأنه كان عنده الكرة السهلة التمريرة البسيطة لكنه لعبها بدون تركيز. ليوناردو إلى حسام غالي في وسط الملعب، تمريرة لكن أيضا التغطية من جانب سبرية أمام عمر، سبرية يحاول مرور، هوساوي في التدخل، هوساوي يحاول بناء هجمة للنصر، هوساوي في وسط الملعب باتجاه حسام غالي، تغطية وتدخل، حسام ينجح في الحصول على الكرة بعد ذلك للجهة اليمنى، فوزير، فوزير محاولة، محمد يحاول، فوزير ينتظر مساندة، عمر هوساوي، لمسة لحسام غالي لكنها بعد ذلك بدون تركيز بعيدة ورمية جانبية، ودعم كبير جدا للاعبين بعد التغييرات اللي حدثت مؤخرا، ويبدو أنه المدرج النصراوي الكبير كان يرحب، كان طريقته في هذا الدعم ترحيب لرئيس النادي الجديد، وبالتأكيد سلمان مالك من أجل أن يقدم نصرا أكثر قوة في الأيام القادمة وتكون عندها ردة فعل ممتازة، ويقابل ذلك عدم إظهار الشك المطلوب من جانب اللاعبين في على أرضية الملعب. لمسة على الجهة اليمنى، محاولة لمصلحة الفيحة، تمريرة باتجاه روني فرنانديز أمام تغطية ممتازة، التدخل من جانب حسام غالي بالخبرة الكبيرة لإبراهيم، غالي لغالب، وكرات نصراوية فيها تغطية جميلة في وسط الملعب، روني فرنانديز يلعب كرة لمصلحة حسن، حسن 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 مر، حسن في الجهة اليمنى خطيرة الفيحة، يلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وبروني خلصها في اللحظة الأخيرة، تساهل في الدفاع النصراوي، اللاعب يتواصل، الكرة لمحمد سهلاوي، تمريرة باتجاه ليوناردو داخل منطقة الجزاء خطيرة للنصر، ليو يا إلهي عدت الكرة الخطيرة، ليوناردو كان عنده فرصة 1-0 لكن القائم، عصارة ليوناردو، خبرة ليوناردو، مهارته تقدم إضافة كبيرة جدا للنصر، كرة طويلة خطيرة، روني فرنانديز يلعب كرة، اشتعلت المباراة، بدأنا نشاهد فرص، بدأنا نشاهد أهداف، بدأنا نشاهد خطورة أكبر، فوزير في الجهة اليمنى يحاول النصر، فوزير ينتظر مساندة، يحيى الونتولي، فوزير خطيرة مر، والدفاع تدخل والحكم لا يشير إلى شيء، مطالبة بركلة جزاء في اللقطة الماضية، معادوا للنصر. روني فرنانديز يعود كثير لوسط الملعب، عودته تسمح لعبد الله سالم يكون مهاجم وهمي بعد ذلك، يدخل في مناطق النصراوية، محاولة في وسط الملعب فيها خطأ على فرنانديز لمصلحة إبراهيم، لمسة لحسام غالي، حسام باتجاه عمر هوساوي، عمر يحاول تغطية وتدخل، سبرية رمية جانبية، الرمية الجانبية، قلت انه تقريبا لو احتسبنا 6 جولات الاخيرة فيحة يكون في قمة الترتيب، 6 جولات الماضية فريق يقدم نتائج رائعة، هذه كرة عرضية لكن لوكرو يتدخل،
تعود الكرة إلى ميليو زكريا، يلعب كرة طويلة خلف المدافعين، محاولة لعبد الله سالم، لكن أيضا لوكرو يتدخل بالخطأ. سالم في الجهة اليمنى، عبد الله يحاول، سالم ينتظر التمريرة، بعد ذلك عند حسن معاذ، محاولة مرور، معاذ يلعب كرة عرضية خطيرة، برونو يتدخل، تغطية ممتازة من جانب برونو فيني، برونو يحاول بناء الهجمة للنصر، طالت عليه وفي الأخير إلى رمية جانبية. عشوائية، تمريرات خاطئة كثيرة في الدقائق الماضية، عدم تنظيم، فيه الرغبة في تحقيق النتيجة، ولكن هذه الرغبة نشاهد من خلالها الكثير من الركض، القليل من الأداء، القليل من اللعب، القليل من الكرة. لمسة تمريرة ممتازة في الجهة اليسرى، محاولة لكن فيها تغطية وتدخل، وبعد ذلك إلى ركنية ثانية لأصحاب الأرض. 22 دقيقة، لاعب الفيحة يحصل على ثاني ركنية، ثم غوستافو كوستاس سينتظر الخبر السعيد، ربما معي كرة، معي لقطة، الحصول على نتيجة إيجابية في مباراة الليلة. حسن معاذ ترك لزاكيري، الكرة العرضية خطيرة بالرأس، وكرة، هدف للفيحة، هدف أول لأصحاب الأرض. نعم نعم، فعلها الفيحة وسجل هدف أول في أحداث المباراة عن طريق كانو، لم يكن متسلل. نشوف سعد لكرو موجود تحت في أسفل الصورة، وبعد ذلك يتمكن كانو من تسجيل هدف أول. حل مهم جدا على مستوى الهجوم، الكرة الطويلة للأمام، محاولة بالذات النوب، حتى سعد لكرو لا يقدم الإضافة الهجومية خطيرة على حدود منطقة الجزاء. روني لمصلحة الفيحة في الجهة اليسرى لأسبرية، الفيحة في محاولة هجوم، أسبرية الونتو لا تمر، إضافة مزيد من الأهداف، ربما هدف ثاني في أي لحظة بالنسبة للفريق البرتقالي، لكن تمريرة بدون تركيز تعود مرة أخرى على الجهة اليسرى. فوزير غير اتجاه اللاعب لسعد لكرو، لكرو نصراوية، لكرو يلعبها لحسام غالي، بينية في الجهة اليسرى، أخطر لاعبين، مفتاح الأهم للنصر ليوناردو، عدى ليو، بينية حلوة ليحيى، تمريرة الرد لا تكتمل، ثلاثة لاعبين مباشرة تغطية، تدخل من جانبي توفيق، وبعد ذلك لمسة بعيدة وإلى رمية جانبية عند مادو. الكرة طويلة للأمام لمصلحة النصر لكنها بعيدة عن الكل، عالمي لا يظهر شكل ولا مضمون في الدقائق الماضية. ممتازة من جانب عبد الله سالم، محاولة خطيرة على الجهة اليسرى، مرتدة الفيحة، سالم داخل منطقة الجزاء، سالم يلعبها لكنها فيها تغطية من جانب الدفاع، وتحولت بعد ذلك إلى ركنية للفيحة. يحيى الشهري في وسط الملعب للنصر، عودة بعد ذلك لمصاتب عمر هوساوي، عمر يلعب الكرة للأمام باتجاه فوزير، بعيد عن فوزير، سهلة بعد ذلك لحارس المرمى عبد الرحمن دغري. لعبة مدافع بدون تركيز من جانب عمر حوساوي، لم نشاهد الكثير في الخمسة وثلاثين الستة وثلاثين دقيقة لعب الماضية. اللمسة جميلة من جانب اليو، أهم اللاعبين، أبرز اللاعبين، فوزير مر، فوزير يحاول لكن تغطية وتدخل، وحكم المباراة يحتسب خطأ نصراوي في مكان خطير الله على ليوناردو، ليوناردو اللي بدأ الهجمة بلمسة رائعة جدا لفوزير، اختراق الدفاع من جانب فوزير، يكسب النصر كرة ثابتة، حل مهم في اليوم الصعب، ليوناردو المبدع في الكرات الثابتة. المحاولة النصراوية من أجل إدراك التعادل قبل نهاية شوط المباراة الأول، تقريبا كل الفيحة حاملين جدار دفاعي، ليو يلعبها لكنها تصطدم في حائط الصد في الجدار، وبعد ذلك تحولت إلى ركنية. محاولة ليوناردو، صدمت التغطية من جانب أليكس، فقر الفرص في مباراة الليلة. الكرة لمصعد يحيى يلعبها عرضية خطيرة بالرأس لكنها تمر، وبعد ذلك حكم اللقاء لا يشير إلى شيء، لا زالت في وسط الملعب، مشروع مرتدة يقودها أسبرية خطيرة الفيحة على الجهة اليمنى، انطلاقة ثلاثة على واحد، فرصة بينية لكرو، تدخل رائع من جانب سعد لكرو، هذا 2-0 ضاع على الفيحة، وحده لكرو خلص النصر من هدف كان محقق. يا لها من فرصة، يا لها من مرتدة، شوف اللمسة من جانب السهلاوي، كان يطالب بلمسة يد رأسية محمد، لمسة يد، بعد ذلك حكم المباراة لم يحتسب شيء، ربما الاختبار الأخير في هذا الشوط الأول، وربما الوحيد طبعا، لأنه لم تأتي أي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء بالرأس،
عبد الرحمن داغريري بالفعل كان أصعب اختبار له في هذا الشوط. دقيقة كوقت بدء الضايع، حسام غالي يحصل على إنذار، غالي يحصل على بطاقة صفراء. قرار الحكم انه فيه اندفاع وخطا ضد حسام. نصر مفكك، كرات مقطوعه، لم يظهر النصر بالشكل المطلوب، لكننا شاهدنا فيحاء مثير سريع على الاقل، وان كانت متوسطه لكن الفيحاء افضل وتفوق بهدف مقابل لا شيء. عنوان سريع كابتن خالد. فريق منظم يقابل فريق غير موجود على ارض الملعب، لا من المدرب قبل المباراه ولا من اللاعبين في المباراه. طيب عبد الله تعليقك السريع. هو الافضل تنظيما وتركيزا، كان هو من يسيطر على الشوط الاول وكان الاخطر على مرمى المنافس، كان الفيحاء فعلا الافضليه للفيحاء. طيب اهلا بكم من جديد. احصائيات شوط المباراه الاول جاءت وفق هذه الارقام. السيطرة ذهبت لنادي النصر بنسبة 62% و 38 للفيحاء، لكن كل هذا غير مهم من حيث الأفضلية للفيحاء، من حيث الخطورة والتمركز والتحول الهجومي. كابتن خالد، ما في شيء، السيطرة سلبية، الفعالية الهجومية من وجهة نظري هي للفيحاء. حتى شكل الفريق من يتابع المباراة، فريق منظم وفريق غير موجود على أرض الملعب. لما تتكلم حتى على السيطرة، شوف التمريرات في ملعب المنافس، ها تمريرات في ملعب المنافس 28 مقابل 21 مع السيطرة في ملعب النصر وليس في ملعب الفيحة. تمام.